عمدة أولاد سيف والسيد العميد عماد العرباوي والسيد المستشار أحمد بيك دياب مرة أخرى. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا. أما الآن أيها السادة، فيتفضل باسم حزب مستقبل الوطن بالشرقية يتقدم بهذه الكلمة الأستاذ الكريم الدكتور السيد المحاسب كرم قمورة جميل جزيل الشكر، محاسب كرم أمورة كفر أبابة جزيل الشكر. الكلمة الآن كلمة عزاء حزب مستقبل الوطن يقدمها الأستاذ الدكتور محمود عبد الهادي مساعد المجالس المحلية والشعبية بحزب مستقبل الوطن بمركز الزقازيق. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والقمر من أنوار حكمته، والقطر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش نزهه، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها المسلمون الكرام، أيها الحضور وأيها الحفل الكريم، شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم، ولا أراكم الله جميعا مكروها في عزيز لديكم. الموت حقيقة، وحقيقة لا بد منها، ولكن الناس قد يستبعدون الموت ويزوفون في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن كل يوم ينشق فجره ينادي عليك يا ابن آدم ويقول أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الموت حقيقة، وحقيقة الحقائق، ولا ينكره أحد على الإطلاق، لا ينكره مسلم ولا ينكره كافر ولا ينكره عاقل يعيش على ظهر هذه الأرض. ومع ذلك يؤكد الله عز وجل لنا هذه الحقيقة في قرآنه في هذه الآية الكريمة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة في هذه الآية القرآنية بكلمة فيها ثلاث مؤكدات: فإنه ملاقيكم. الفاء كما يقول علماء اللغة العربية للسرعة والترتيب والتعقيد، لأن الله سبحانه وتعالى يخبرك أن الموت سيأتيك بسرعة لا محالة، فاعمل أيها المسلم الكريم لهذه اللحظة يوم أن تعرض وأن تقف بين يدي
الله سبحانه وتعالى. الموقف لا يستدعي الإطالة أيها المسلمون الكرام، فالمقام مقام اتعاظ وذكر لله سبحانه وتعالى. يا نفس توبي إن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، وأخرج من دنياي عريانا. أيها المسلمون الكرام، أيها الحفل الكريم، باسم أمانة حزب مستقبل وطن محافظة الشرقية بقيادة المهندس أحمد الخطيب نائب مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن محافظة الشرقية، وباسم أمانة مركز الزقازيق حزب مستقبل وطن محافظة الشرقية بقيادة المهندس عدلي أبو باشا أمين عام حزب مستقبل وطن مركز الزقازيق، وباسم جميع أمانات حزب مستقبل وطن وهذا الجمع الكبير وهؤلاء الناس جميعا الذين حضروا وشرفوا لكي يقدموا واجب العزاء للأخ الكبير الفاضل والصديق محمد بيك فوزي والمهندس عدلي بيك أبو باشا أمين عام حزب مستقبل وطن مركز الزقازيق والأستاذ إبراهيم فوزي وجميع العائلة. لا أنسى أيها المسلمون الكرام حضور هذه الكوكبة الكبيرة من السادة النواب نواب مركز ومدينة الزقازيق ونواب مجلس الشيوخ عمرو بيك التونسي الأستاذ الدكتور محمد الصالحي السيد النائب خالد بيك بش. واعذروني أيها الحفل الكريم لأنني أرى وجوها كثيرة منيرة ونواب بإذن الله سبحانه وتعالى موفقين. أدعو الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه على ما يشاء قدير. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة، بعد هذه الكلمة فهي إرساء للراحل الكريم، نشكر لقائلها ونشكر إلى حضراتكم جميعا كل من شرفنا من ربوع محافظة الشرقية ومحافظات الجوار، فإني لأرى السيد النائب عمرو التونسي قد شرفنا، والسيد العمدة الحاج أحمد السيسي عمدة العمد بالشرقية، والسيد العمدة الحاج فيصل الغتوري، والسيد العمدة الحاج حمدي نجيب حداد عمدة المنصرة، والأستاذ حاتم عدلي المسلمي، كما أشكر أيضا أستاذ عاطف سيف اليزل، أستاذ الدكتور محمد الصالحي جزيل الشكر لسيادته، كذلك أشكر الأستاذ الدكتور علاء المرشدي عميد كلية الطب البيطري سابقا والذي نشرف بقدومه لنا تلك الاعتاب، كما اشكر ايضا السيد النائب خالد بشت، واشكر مرة اخرى للاستاذ خالد أمورة كرم أمورة جزيل الشكر. ايها الاخوة الاحبة